ليه سوا قهوة؟ هي مش حكاية عروض وبس، سوا زيارة مثلاً خلتني أسمع أحلى دعوة من الست الوالدة. ربنا يوفقك يا مدحت يا ابني. ألو، الرصيد عندي ما شاء الله. أنا كويسة يا حبيبتي. وإزاي الجيران؟ عايزة أجيب لك حاجة معايا؟ أكلم مين دلوقتي؟ ربنا يكتبها لك يا حبيبتي. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أقوى العروض والمفاجآت والتوفير، مفاجآتك بانتظارك. أرسل 2012 إلى 902، والجاي أقوى.